بالحصة المقبلة أبينا إلا أن نحتفل معكم بالمولد النبوي الشريف. إذن مولد نبوي سعيد يا أطفال. المولد النبوي الشريف. والشاط يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل. تحكيكم عن حياة سيدتنا آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وانا بهذه المناسبة هذه عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها على النبي صلينا. هذه أغنية خاصة برسول الله تغنوها كامل معايا صلى الله عليه وسلم. يلا تغنوا معايا. على النبي صلينا، على النبي صلينا، إنه نور القرآن كان للحب يقينا، سنة الهادي العدنان نتبعها تهدينا. وانتم تاني يا أطفال اللي راكم تشوفوا فينا، إلا حبيتوا ترسلونا باش نقرأوا الرسائل تاعكم هنا في الحصة، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com، تضغطوا على زرار آراء وملاحظات. تستنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام، نحبكم يا أطفال. على النبي يا أحبابي صلوا صلوا على النبي. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذن أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغربيلو، تعالوا هلموا إلينا الضفوع عمو يزيد.